احنا توانسه منع مؤسسات منتخبه اني تدخل تمارس مالحقها. احنا توانسه ماناش نهدوا في امن الوطن، احنا توانسه دمنا للوطن واقسمنا على حمايه الوطن. زاد بموجب شنو مسكر البرلمان؟ ما يتسكر حتى في عطله برلمانيه. خلينا نتصور اخي، انت تطبق في تعليمات؟ اعلمنا على الاقل، خلينا نعرف التعليمات. لا ما علمنا حتى حد، لا ما علمنا حتى، حنحبوا نعلموا منكم. انا مانيش مفوض باش نعلم ونعطي في هنا، نعطي دكتور صح دكتور. انت مفوض فقط باغلاق الباب يوجه رئيس المجلس. مش رئيس في رئيس المجلس ونائبه هو باقي النواب بالجملة. نعم، شنو اللي صار موجب فيه تهديد للوطن يوجب غلق البرلمان مثلا؟ ما فهم شيء سيسا، ما فهم حتى حاجة تهدد أمن الوطن وقت اللي البرلمان هذا يخدم. احنا وقت اللي تجينا الاتفاقيات والمعاهدات اللي تعني الأمن الجيش الوطني تمر قوانينها ومشاريع قوانينها الكل بالإجماع وتحظى على أكبر نسبة، لأن البرلمان بكل أفراده ومهما اختلفت فيه الكتل والأحزاب الموجودة يؤمن أنه الجيش هو اللي يحمي تونس، وأنه مهما نختلف سياسياً الجيش هو فوق الناس الكل ونتعالى عن خلافاتنا الكل. ما فما حتى مبرر أنكم تسكروا البرلمان، فما حتى مبرر. أنتم متحموا في الوطن، شنو تهديد البرلمان للوطن؟ جاوبونا. نعم، ويمنحهم من حقهم الطبيعي. احنا رانا سلطه تشريعيه بمقتضى الدستور، مجلس نواب الشعب. نحن يحال بيننا وبين مؤسستنا، نحن منتخبون لاداره السلطه التشريعيه ومراقبه السلطه التنفيذيه. اليوم يحال بيننا بفعل القرارات التي اتخذها رئيس الدوله باسم الدستور، وهي تضحي بالدستور وتنتهك الدستور وتجمع السلطات في سلطة واحدة، السلطة القضائية والتشريعية والحكومية، بينما الثورة إنما قامت من أجل توزيع السلطات ومن أجل الحريات. نحن نوجه النداء إلى كل نواب مجلس نواب الشعب أن يعتبروا أنفسهم قائمين بواجبهم، أنهم في مكانهم اللي حطهم فيه الشعب اللي هو نواب عنه، أن يمارسوا سلطتهم وفق الإجراءات المتبعة. ونحن سنعقد هذه الليلة، سنعقد مكتبا لمجلس نواب الشعب للتقرير في شأن الجلسات القادمة التي ستكون في موعدها. نسجل هنا أن الشعب التونسي يعتدى عليه اعتداء فظيعا بمصادرة حرياته. ندعو القوى السياسية والقوى المدنية والإعلامية والحقوقية وأصحاب الفكر، ندعوهم إلى أن يقفوا مع شعبهم في مقدمته للدفاع عن الحرية، للدفاع عن قيم الثورة التي استشهد مئات وآلاف بين قتيل وجريح، من أجل أن يكون لنا برلمان تونسي. اليوم البرلمان التونسي يعطل بغير حق بقرارات ظالمة جائرة لا دستورية. ولذلك نحن ندعو قوى الحرية في بلادنا وفي العالم إلى أن تقف مع شعب تونس من أجل استعادة ثورته واستعادة دستوره واستعادة الحقوق المضيعة. الشعب التونسي مش يقبل حكم فردي مجددا مهما حاولتم، ولذلك لا تمضوا في هذا العبث، لأن الشعب التونسي لن يقبل في أي صورة من الصور الردة، العودة إلى عهود الاستبداد.